واحد بيقول انا داخل الجامعة سنة اولى ولست افعل ماذا افعل من الناحية الاجتماعية، فبماذا تنصحني؟ تقصد من الناحية الاجتماعية ان الجامعة فيها اولاد وبنات، دي اللي قصدك انت يعني. خليك بسيط وما تتعقدش، يعني تكلم كل البنات مفيش مانع، لكن تتخصص في بنت معينة هي وحديها، ده اللي يجيب لك مشاكل ويجيب لها مشاكل. اتكلم معاهم واضحك معاهم بروح جامعية في حدود اللياقة والأدب. وما تخافش، البنات ما بياكلوش الولاد في الجامعة وما بيعكسهمش.